في الفقه مثلا مذكور في مستحبات أكل النثار، ذكرنا في قضية استقبال القبلة واستدبارها في الجمع بين الصلاتين، في قضية أكل النثار يعني الطعام الذي يتبقى على السفرة. زين، هالأيام مو طعام يتبقى على السفرة ينكل، إذا بقى شيء في الصحن يشيله وتشبه الشكل وبعدين يجمعه ويلقى. زين، وهذا أمر ليس يخلو من إشكال أيها الأحبة الآن، خصوصا مع وجود هذه الوسائل في الاحتفاظ بالأطعمة، زين، ثلاجات وغير ذلك، وإمكانية الاستفادة منها لنفس الإنسان أو لمن يرغب فيها، عندك سائق وعندك ما أدري غير ذلك، اللي بالنسبة إليه أن يكون هذا الطعام محفوظا بشكل معين، هذا شيء طيب. بل تشكلت لجان في بعض الأماكن اللي يأخذون ما بقي من الموائد ويرتبونها ترتيبا جيدا ويغلفونها تغليفا مناسبا ويعيدون توزيعها، فوجدوا شيئا هائلا على مستوى هذه المناطق. حبذا لو أن بعض المؤمنين في كل منطقة ينبعثون لحفظ نعمة الله عز وجل بهذه الطريقة، ليصير نعمة الله سبحانه وتعالى تلقى أحيانا في الزبالات والعياذ بالله، أو تذهب في المواسير وتجتمع في البواليع مع النجاسات وغير ذلك، وهذه فيها مشاكل شرعية غير المعاني الأخلاقية التي ينبغي أن يلتفت إليها الإنسان. كان أبو أيوب يأكل مع رسول الله صلى الله عليه وآله، وقلت ولعله في نفس الفترة التي استضافه فيها، فبعد الأكل كان يأخذ ما وقع على السفرة، شيء من الرز مثلا أو كسرات الخبز أو ما شابه ذلك، طيب البقايا كان يأخذها ويأكلها. فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله: أنت تفعل هكذا؟ بارك الله لك وبارك الله عليك وبارك الله فيك. هاي البركة تحيط بالإنسان من كل زواياه ومن كل جوانبه، البركة عليه وفيه وله، في أمواله وفي نفسه وفي بدنه. فقال: يا رسول الله، هذا لي أو عام لغيري؟ يعني لأنه أنا وياكم جالسنك آكل الآن، هذه هل جزاء خاص لي؟ لو لا، قال: بل هو لك ولغيرك ممن يصنع صنيعك. أي واحد أيضا اللي يقعد على مائدة وبدل ما يلقي هذه الفضلات والبقايا الصالحة للأكل والنعمة، بالتالي أنه يبقى شيء من الطعام في الأناء، هذا ما يغير من كون هذا نعمة الله سبحانه وتعالى. فقال له: بارك الله فيك ولك وعليك. قال: لي خاصة؟ قال: بل هو لك ولغيرك ممن يصنع صنيعك. تريد أن يبارك الله لك وعليك وفيك، احترم ووقر نعمة الله سبحانه وتعالى.